بدأ استخدام النت في مصر سنة 1992 حيث كان وسيلة للتعرف على الثقافات المختلفة والاطلاع على الأخبار العالمية، طبعا ده عند الغرب وبس. لكن الشاب العربي وخصوصا الشاب المصري المعروف بجبروته وبقوته قدر يخلي من الاختراع العظيم ده مكان عالمي للشط. من أول ظهور الياهو كنت تدخل على أي غرفة من غرف الشات تلاقي المصري قاعد، هاي ممكن أتعرف، ممكن تعارف جد، تعال نتكلم في كل حاجة بصراحة، أنا مهندس مصري أقيم في الخليج أريد علاقة جدة. ممكن بقى تكلم بنت البنت ويبقى هو واد برضو واللي بيكلمه برضو واد. فضل التقدم مستمر لحد ما وصلنا لاختراع السوشيال ميديا والفيسبوك اللي حلقتنا النهاردة عنه. سيب الشيشة.